شارقة في 11 من ديسمبر الجاري النسخة الأولى من معرض المفروشات 360 التي تستمر حتى 14 من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية رائدة على مستوى العالم في صناعة الأثاث والمفروشات من فرنسا وتركيا وإسبانيا والصين والهند وأستراليا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.